مصطفى، معنا خبر عاجل الآن. قوات الأمن بتلقي القبض على أحمد عويس المتهم بقتل مأمور قسم شرطة كرداسة. لمزيد من التفاصيل بينضم لنا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد شومام، مساعد رئيس تحرير الأهرام. أهلا بك يا أستاذ محمد، معنا في الحال الآن. أهلا بك يا أستاذ كمال. يعني تفاصيل أكتر حول الخبر، قوات الأمن بتلقي القبض على أحمد عويس. هي بالفعل أجهزة الأمن ألقت عليه من حوالي 20 دقيقة. عمليات تمشيط بتقوم بها قوات الأمن المركزي وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة للمنازل المختبئ بها المتورطين في مسبحة كرداسة اللي راح فيها ضحيتها 13 من ضباط الشرطة وأفراد الشرطة. نجحت أجهزة الأمن في محاصرة منزل أحمد عويس اللي كان بيختبئ بيه، وتم التحفظ على بندقية آلية كانت بحوزته وكمية كبيرة من الطلقات. ده في الوقت اللي نجحت فيه أجهزة الأمن من خلال عمليات التمشيط من إبطال مفعول 11 قنبلة تم العثور عليها بجوار قسم شرطة كرداسة المحترق، وتم ضبط 3 قذائف ار بي جي كانت بمنزل احد المتهمين، كان بيتم الاستعداد لاطلاقها على قوات الشرطة اللي ما زالت بتواصل عملها للقبض على عدد من المتورطين في تلك الاحداث. استاذ محمد، 11 قنبلة ابطال مفعول 11 قنبلة وثلاث قذائف ار بي جي. ار بي جي، تمام، بالفعل. تمام. ده بالإضافة إلى ضبط أجهزة الأمن تحفظت على 14 بندقية آلية كانت بحوزة المتهمين، كان بيستخدموها في إطلاق الرصاص على قوات الشرطة أثناء القبض على المتهمين. في العمليات ما زالت مستمرة، قيادات الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن الجيزة ما زالت مسيطرة على الأحداث حتى الآن. في بعض الهاربين ما زالوا موجودين داخل القرية ومن المنتظر أنه يتم القبض عليهم، لكن قوات الأمن بتحاول عدم سقوط مزيد من الشهداء، ففي حذر من قبل قوات الأمن خاصة بعد استشهاد اللواء نبيل فراج في الساعات الأولى من عمليات الاقتحام. طيب أستاذ محمد، يعني من ساعة كده كانوا قالوا أو أعلنوا عن أنهم أحكموا السيطرة على مدينة كرداسة، بس رجعت حضرتك بتقول أن رجعت تاني الاشتباكات مرة أخرى مع العناصر الإجرامية الموجودة في المنطقة، يعني الوضع إيه دلوقتي؟ هي بشكل عام دي قرية، والقرية دي صعب السيطرة عليها في وقت محدد، فلسه أجهزة الأمن بتحاول، لأنك أنت دي منطقة في النهاية جزء منها زراعي وجزء منها منازل بيعتليها بعض المتهمين، فبيتم من حين لآخر محاصرتهم والقبض عليهم، لأن عمليات القبض بشكل هيبقى فيها خسائر كتيرة لقوات الشرطة إذا تم الهجوم مرة واحدة، فما زال لسه هناك عناصر وما زال أجهزة الأمن بتحاول القبض عليهم، ولكن في تأكيدات